أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رامي ربيع. النهاردة رايحين في مكان جديد، رايحين ولاية جديدة، مدينة جديدة، رايحين ولاية ميشيغان في مدينة اسمها ديترويت. المدينة دي مدينة مش صغيرة، مدينة كبيرة، وإحنا رايحين نزورها النهاردة. هنشوف الدنيا عندهم إيه، الحياة عندهم إزاي، زي كل مدينة زرناها قبل كده. وأتمنى الحلقة دي تعجبكم. ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك شير سبسكرايب وتابعوني، وإن شاء الله بإذن الله الحلقة دي تعجبكم. جاهزين؟ يلا بينا. الكوبري اللي ورايا ده كوبري اللي بيربط ما بين امريكا وكندا. ده الكوبري اللي بيربط ما بين امريكا وكندا. ليه؟ لان مدينه ديترويت هي موجوده على الحدود الامريكيه، الولايات المتحده وحدود كندا. فزي ما انتم شايفين ورايا كده، دي عربيات البضائع وعربيات النقل بتطلع من فوق الكوبري وبتعدي الناحيه الثانيه عشان تروح كندا. ده يعتبر الكوبري التجاري. ممكن المواطنين برضو، يعني ممكن المواطنين يسافروا من المكان ده يروحوا كندا لو حابين يعدوا من الكوبري ده. بس ده طبعا عشان خاطر فترة البانديميك والكوفيد 19 الكوبري مقفول للمواطنين، يعني ما حدش بيعدي هناك بالسهل، ما حدش بيعدي هناك بسهولة. لكن هما بيسمحوا للناس اللي معاهم عربيات نقل او عربيات تجارية بتنقل بضائع او بتحمل بضائع من امريكا. ده يعتبر يعني كوبري تجاري مهم جدا جدا، بيربط ما بين كندا وامريكا من ناحية مدينة ديترويت. ولاية ميشيغان هي ثامن اكبر ولاية من حيث التعداد السكاني، حيث ان تعداد السكان يصل الى 11 مليون نسمة، ولديها أطول شاطئ على ماء عذب بالنسبة لأي تقسيم سياسي بالعالم. يوجد فيها أكثر من 64,980 بحيرة ومستنقع، وهي الولاية الوحيدة التي تتكون كشبه جزيرة. وتعتبر الولاية ذات أهمية اقتصادية نظرا لكونه مقصدا سياحيا يوجد فيه العديد من الموارد الطبيعية. هنتكلم النهاردة عن مدينة واحدة من الولاية دي، وهي مدينة ديترويت، حيث أنها تعتبر المدينة رقم واحد في الولاية، وهي أكبرهم في المساحة وعدد السكان، ويصل فيها عدد السكان إلى 1,000,000 نسمة. مساحتها 370,000 كيلو متر مربع، وتأسست عام 1701 ميلاديا. تصنف المدينة في المرتبة العاشرة بالنسبة لمدن الولايات المتحدة الأمريكية، ويقال عنها مدينة المحركات والسيارات. مدينة ديترويت مليانة مصانع ومليانة فاكتوريز كتيرة قوي في كل مكان، خصوصا مصانع الحديد والصلب، كمان مصانع تكرير الغاز، مصانع البترول، مصانع كتير جدا موجودة هنا. منها برضو من أهم المصانع الموجودة مصنع فورد لتصنيع السيارات. مدينة ديترويت هي فعلا مدينة كبيرة، مدينة ضخمة جدا. أنا كنت متخيل أنها مدينة صغيرة، لكن هي طلعت مدينة عملاقة تجاريا، مدينة فيها كل حاجة تخص التجارة. هي مدينة عملاقة تجارية متخصصة انها تبقى عملاقة تجاريا، ويعتبر ميناء مهم جدا ما بين ولاية ما بين كندا وامريكا، سواء كان ميناء بري او ميناء بحري، لان في بحر بيربط ما بين مدينة ديترويت وكندا. وعلى الرغم من ان مدينة ديترويت هي اكبر مدينة مصنعة للسيارات، فقد مرت بأصعب فترات اقتصادها عام 2012، تعرضت للديون والخسائر الفادحة، وأصبحت مدينة جميلة ليس بها مال، وأصبح الإفلاس يأكلها.
وصلت إلى أكبر معدلات الإجرام في العالم، ومن بين أكبر 25 مدينة في أمريكا أصبحت تملك سادس أعلى معدل إجرامي في أمريكا. ديترويت ميشيغان أكبر مدينة أمريكية تشهر إفلاسها، ديونها فاقت 18 مليار دولار عدا عن التزامات بلديتها. أزمة ديترويت أو مدينة المحركات كما يسميها الأمريكيون أعقبت عقودا من التراجع الصناعي وهجرة السكان وعدم الالتزام بالأنظمة الضريبية المعمول بها. إنه أمر صعب علينا جميعا، ولكنه سيفيد مواطنينا وسيكون بمثابة بداية جديدة لنا. في فترة وجيزة تغلبت مدينة ديترويت على الواقع الأليم وأصبحت مدينة قوية اقتصاديا وعادت إلى حياتها الطبيعية. قامت مدينة ديترويت بجهود عظيمة لجذب الشركات التجارية ووفرت لذلك عدة مزايا كالحوافز الضريبية وإنترنت لاسلكي مجاني والمناطق الترفيهية. متوسط دخل الأسرة 31 ألف دولار سنوياً، ومتوسط دخل الفرد 18 ألف دولار سنوياً. ويوجد أكبر متحف للفنون ويعتبر خامس أكبر متحف في أمريكا، ويضم جناح كبير جدا من الحضارة الإسلامية. وتعتبر ديترويت أكبر مجمع للعرب، ويعيش في ولاية ميشيغان أكثر من 370 ألف عربي أمريكي، وهناك توجد جامعة إسلامية تدرس الدين الإسلامي وتحفيظ القرآن وتدريس التاريخ الإسلامي. المسألة الفرعونية يا جماعة بتاعتنا اهي موجودة هنا في ميشيغان، موجودة في ولاية ميشيغان يا جماعة. تحيا مصر. انطلق عدة مشاهير للشهرة من هنا، وأشهرهم مايكل جاكسون. اشتهر من هذا المكان وسجل أول ألبوماته من في تلك المدينة. من المعالم الشهيرة اللي موجودة في مدينة ديترويت هو أول مركز بريد عائم في العالم، وهي أول مدينة تصدر أرقام هواتف للأفراد. مش دي المدينة الوحيدة اللي اسمها ديترويت في ميشيغان، هناك في كذا مدينة تملك نفس الاسم في ولايات أخرى زي ديترويت في ولاية ألاباما، وديترويت في ولاية مينيسوتا، وديترويت في ولاية أوريغون الأمريكية.
ديترويت على قد ما هي مدينة كبيرة جدا للصناعة وتعتبر مدينة مهمة جدا في أمريكا وخصوصا في ولاية ميشيغان، إلى أنها برضو فيها بعض الحاجات الرفاهية للناس والشعب أو المواطنين اللي ساكنين في المدينة. مدينة ديترويت هي مدينة أنا شايفها حلوة مش وحشة، مدينة كبيرة، يعني النظام نقول فيها معقول مش وحش، شوارع يمكن محتاجة بس ترتيب شوية، لكن أنا شايف أن المدينة فعلا جميلة، المدينة متزبطة، أنا شايف المدينة حلوة ومدينة كبيرة، المعيشة هنا في المدينة معقولة، كمية المصانع هنا مهولة، يعني في كمية مصانع كبيرة جدا في المدينة. ده مطعم محلي موجود في مدينة ديترويت، مطعم ده أنا وقفت فيه استراحة، بصراحة هو جميل، يعني حاطين فيه ديترويت ساين وحاطين فيه كذا حاجة حلوة في المطعم، بيعمل بيتزا وبيعمل أكلات كتير حلوة، متهيألي المطعم جميل جدا، يعني أنا بشجع الناس اللي هما بيحبوا يزوروا الأماكن المدن الموجودة في يونايتد ستيت، لو حابين يجربوا حاجة جربوا الأكلات المحلية في المطاعم المحلية، هتلاقوا فيه حاجات حلوة جدا، هتلاقوا فيه حاجات حلوة جدا وهتلاقوا فيه أكلات أنت ما جربتهاش قبل كده، أكلات أنت بتجربها بتبقى جديدة ما تبقاش جربتها قبل كده. شايفين ورايا كده ده مكان في منتصف المدينة، يعني منتصف المدينة عاملين زي نظام اكتيفيتي للناس اللي موجودة في المدينة بحيث ان يكون نظام ترفيه للأطفال وللشباب اللي هم موجودين عايشين في المدينة، يعني أظن مكان كويس جدا عاملين فيه اكتيفيتي حلوة جدا، الناس مجمعة بيلعبوا باسكت بول وبيلعبوا باتيناج، أظن مكان حلو جدا لتقضية الوقت خصوصا كمان في نص المدينة. بصيتوا ورايا هنا هتلاقوا في علم امريكا في الجنب ده والجنب التاني من البحر، لو بصيتوا الناحية التانية هتلاقوا علم كندا، شايفين علم كندا هناك. فمدينة ديترويت هنا تعتبر مدينة ميناء بحري وبري في نفس الوقت، ميناء تجاري قوي جدا موجود بيربط كندا بولاية ميشيغان في امريكا. أظن المكان هنا جميل جدا بصراحة، أنا بعتقد أن مدينة ديترويت فعلا مدينة حيوية وجميلة جدا، المية هنا نظيفة قوي، مية البحر اللي هنا فعلا نظيفة جدا، ومكان بصراحة متعة. أنا استمتعت جدا في مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان، ولاية جميلة، ولاية نظيفة جدا، فيها ترتيب كويس جدا.
وبكده دي تعتبر نهاية حلقتنا النهاردة في مدينة ديترويت. أتمنى أشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية في مدينة جديدة، ولاية جديدة، مكان مختلف، مغامرة جديدة، وإن شاء الله أتمنى أشوفكم كلكم على خير بإذن الله. أهم حاجة ما تنسونيش سبسكرايب اللايك والشير، وأشوفكم على خير إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله. سلام عليكم.